عن موضوع فعلا يحتاج إلى تنبيه، وهو أن بعض الناس خوفا من العين أو الحسد أو رغبة في التعاطف ربما يعني يخفون نعم من نعم الله عز وجل أو يظهرون عكسها، سواء كان في المال أو في الصحة أو في الذرية أو في الشهادات وغير ذلك، فما الحكم في هذا؟ يعني هذا من الوسواس الحقيقة، والذي أرى إن كان يسير يدفعه الإنسان، وإن كان مو بيسير يحتاج إلى علاج، هذا مريض. وأيضا في الجانب الآخر لا تتكلف يا أخي أن تقول فعلت وسويت ونجحت، وأول ما يبدأ المجلس ما كان، ما الناس لا يفعلون هذا، لكن يا أخي إذا سألك أجب. بعض الناس إذا سئل يتغير وجهه، إذا سئل عن شيء مما أتاه الله من الدنيا سئل سؤال عارض ولا يقصد الناس به تتبع أخباره، واللعيب يا أخي الإنسان بعد ماذا فعلت ماذا سويت ماذا، من غير حاجة، تزوجت دخلت سويت أنجبت ربحت من هالبيعة اللي سمعنا عنها ما ربحت، عيب هذا من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه. لكن أحيانا يدعو إليها الحديث، يدعو إليها مجرى الحديث، تدعو إليها الحاجة، أحيانا أن تطلب خبرة معينة في شيء فتسأل عنه، في شيء عملي يبنى عليها، فتجد أنهم هذا مرض الحقيقة. وإذا استسلم الإنسان لهذه الأفكار والخواطر هذه تدمره الحقيقة وتجعله يكره الناس ويكره نفسه، فلذلك أرى أن هذا غير مشروع، عدا ما فيه من الكذب وما فيه من نكران نعمة الله عز وجل. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى نعمته على عبده، وأنت تنكر نعمة الله عز وجل عليك لماذا يا أخي؟ إلا كان فيها سر خاص هذا أمر يسير، لكن أحيانا ليس شلونك طيب، لا والله أنا مريض، أنا مريض، حتى يطرد. كأن الناس لا يعينون الشخص إلا إذا علموا بأنه ممتاز. العين شيء لا يملكها الإنسان يا أخي، لا يملكها بتاتا، فيجعل أحيانا مثل عمليات التحصين، يريد يحصن نفسه من العين، بدل ما يذكر الله هو يذكر الله والأوراد والتحصينات الشرعية، يبدأ بالكذب بزعمه يحمي نفسه من العين. هذه نفس مريضة يعني، مع تقديري والله لمن يمارس هذا العمل. لكن ألا يعتبر هذا يعني نكران نعمة الله؟ بلى، وأشرت إليه. نعم، هذا من كأنه ينكر. المبالغة كما ذكرت في السؤال والمبالغة في هذا كله غير جيد، لكن أحيانا من التحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم.